النجم الشاب كريم قاسم خلال الست شهور اللي فاتوا كان لهم مجموعه من الاعمال الكبيره والمختلفه والمتنوعه مع بعض. يعني للخارجي فيلم كان بيقوم ببطولته ونزل مؤخرا في السينمات، فيلم ولاد رزق 2 اللي هينزل خلال كام يوم، والفيلم المصري البلجيكي سواح كمان اللي هينزل خلال فتره قليله. حاله من النشاط الفني وتاكيد على انه عندنا جيل من الممثلين تطلعاتهم ونشاطهم اكبر بكتير من اللي كنا متصورينه عنهم في بدايه. معانا النجم الشاب كريم قاسم. ازيك؟ ثانك يو فور هافينج مي. اهلا يا كريم. اهلا بيك. قاعد هنا ولا هنا؟ ايوه كريم قاسم. دايما بكون مبسوطه جدا لما بيكون معانا كريم قاسم. والله وانا اللي سعيد جدا بصراحه كل مره. بس انت مفاجئنا الست شهور الاخيره ما شاء الله، عملت حاجات كتيره سوبر. هي ظهرت في الست شهور الاخيره بس انا بقالي سنتين شغال عليها. لا والله اصل لما جيت اعد كده لقيت انه اخر السنه اللي فاتت كان للخارجي، اولاد رزق خلاص المفروض بيخلص، سواح، وده غير بقى ذا ستيت ده اللي كان قبل كده. ده كان قبل كده. في حاله نشاط يعني. هو انا يعني الحاجات جت في وقت يعني كلها مع بعض، بس انا بدات ليل خارجي في 2017 اوله كتصوير، وقعدنا تقريبا 8 شهور نصوره، وبرده نصيبي واسمتك كنت عامله في شهر 12 واتعرض في شهر 10، فبقى في نصيبي واسمتك، وبعد كده مهرجان تورونتو، وبعد كده مهرجان القاهره، وبعد كده فيلم سواح، فالحاجات كلها جت ورا بعض الحمد لله يعني. بس ده ما نسكش وسط الانشغال ده كله انك تعمل 10 يير تشالنج، تحدي العشر سنين. ونزلت صوره لنفسك انت وامينه خليل، صح؟ الصوره دي بقى احكي لنا ملابساتها، ودول 10 سنين بالظبط ولا لا؟ ده اكتر، ده كام؟ 12 years challenge. الصوره اللي على الشمال. مين دول بقى؟ مش عارف، انا قاعد ببص لنفسي اذا انا كنت بورس قوي في نفسي بشعري ده. قولش على نفسك كده يا كريم. والله قولش على نفسك كده. لا قولي كنت مسلوع، ويعني الحمد لله اللي فيه بوت وبتاع، بس لسه مسلوع. بس لا يعني احكي لي ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ مش عارف، انا ساعتها كنت متخيل ان انا كبير، لكن لما ببص دلوقتي بحس ان انا طفل في الصوره دي. احنا كنا بنعمل مسرحيه في الجامعه اسمها ذا إيلوجن، وكانت في 2006 بعد اوقات فراغها على طول. وانا كنت بلعب. انت كنت لسه في الجامعه طالب؟ احنا كنا طلبه. في الجامعه. وامينه لسه طالبه. امينه برضو كانت لسه اول سنه، برضو كيوتي كده، كتكوته خالص وبتاع، وانا كنت عملت بقى اول فيلم، وكان في اداء بقى، ايه ده كريم بيمثل بقى وبتاع. انت المحترف في اللقطه دي. في اللقطه دي انا المحترف. بس لا، هي امينه من زمان، وانا بقول لها امينه انت هتبقي نجمه، انا بس بقول لك وافتكري كلامي بس. ده على مسرح ايه بقى؟ مسرح الفلكي. الفلكي في وسط البلد، في وسط الجامعه الامريكيه. وكنا بنعمل مسرحيه اسمها ذا إيلوجن، وكنت بعمل كذا شخصيه. انا لسه فاكر الجمله بتاعتي من هنا، كنت بقول لها مليبيا مليبيا I sprout green leaves atop my head and blossom purple buds of desire for you. لا ده انت كنت جامد. حاجه زي كانه شكسبير. انت كنت جامد جدا. طيب